وده كان في بوتسوانا. خليني اقول لكم ان متعه التحليل دائما والتعليق دائما بتدي للمشاهد متعه في اللقاء، دائما بيكون في اختيارات للمعلق في حته انه يبقى بعيد عن توجهاته عن اي فريق من الفرق، يعني ممكن يكون اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي، في الحاله دي يبقى محايد بشكل كبير، لكن يبقى في حته التعليق يبقى في تحيز بشكل ما او اثاره او استفزاز جمهور بشكل كبير، وخصوصا جمهور الاهلي اعتقد بتبقى شيء صعب في التعليق والتحليل، واحنا حته المتعه نفسها بتبقى في التعليق مهمه جدا جدا. خليني اقول لكم يعني ده كان جزء كده خاص بجزئيه التعليق واستفزاز جمهور الاهلي في بعض المصطلحات وبعض الامور الخاصه بهذه المباراه، ما كانش يستحب في هذا اللقاء من جزء من التعليق في هذه المباراه. خليني اقول